انتوا اللي بتخلقوا الفرعون. انتوا اللي بتخلقوا الفرعون. ابو خليل. طيب. يلا اتكلم بأدب. لو اتكلم بأدب يا ولد. ليست كتابا مقدسا نحافظ عليه وإننا نصونه. إذن الدستور نص على التعليم. قول لي كده وأنا هقول عليك إيه ونسيب عليكم الشعب. اتكلم يلا عدل. وبالتالي اللي هيتنفذ اللي في الدستور واللي هيتكلم واي حد يتشاك او يعمل مشاكل. ايوه يعني ده الدستور بقى. انت مش معترف بالدستور ده؟ اي حد اسمع صوته مين يورد مين بشنب ان انا ضد ده. في ناس بدأت تطرح طرح اللي هو ايه لضمان نزاهة الانتخابات دي يبقى في مرشح معين ما ينزلش. الله. هو انتوا هتسيبوني لوحدي ولا ايه؟ حد طلع تاني يقول لك ايه؟ انا مش موافق على دستور تعديلات دستور ان شاء الله موافق. وبعدين الدستور حلف عليه رئيس الجمهورية انه اقسم بالله واحترم الدستور. ادي الدستور اهو الدستور. فالدستور اللي اقسم عليه الرئيس 4 سنين كم مد فترة الحكم لست. بدل ما افكر في جسدي ياكل ايه هفكر روحي هتاكل ايه. هاكل بابا يسوع.
بصراحة كده ينفع أكون واكل الفول وجسد المسيح يدخل على الفول؟ بصي هو ما فيهاش حاجة يعني ما فيش مشاكل، لأن أنا ممكن أكل الفول بعد المسيح يعني، وأنا خارج من الكنيسة أجيب سندوتش فول أو أخد سندوتش جبنة أو أخد سندوتش بيض، لكن على الأقل هو لما يدخل على مكان أقدر إنه أقول له أنت أول واحد تدخل. أنا قلت للدم ده حركة، والدرس اتعلمناه من الدكتور مرسي عدم احترام القانون. دم سم عامل شربات، أخد سلطات ربنا سبحانه وتعالى. محمد مرسي في الوقت ضرب شعره كمان خلص، ده خد سلطات الإله. كان الدستور مدتين بس. يلا بينا يا حلويات، طلعوا قالوا مدد أخرى وقالوا له أنت أمير المؤمنين. لا كان في دستور قبل كده شفته كان يدي سلطات شبه مطلقة للحاكم. قول انت بقى فتحيني يا حبيبي على قلبي. تعديلات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في المنصب حتى عام 2034. لو هتسئل انت هتحكم طالما الناس راضيين عن ادائك؟ لا عنهم اقول. انت هتحكم وتقر إرادة الناس؟ ما كانوا صحابي. أسئلة كتير والضمير بياكل صحابتي كتير صحاب أونطة ويقنب زيادة دعوني أبقى والمحطة. المواطن حضرتك صاحب الرأي، غير حمر مش هصاحب حد تاني، فانزل حضرتك قول آه أو قول نعم كيفما شئت. حافظ طريق من الصبح النهاردة بتقول لا لتعديل الدستور. نعم تعديل فورا، واي حد يعارض يبقى خاين. انا وانت كده برضو الناس ما قالتش اه، الدوله هتخليهم يقولوا اه فعلا اه، لانه النتيجه اه. فانا بشكرني على وقوفي جنبي، ربنا يخليني ليا وما يحرمني مني ابدا. عايز اقول لك على حاجه، في مصر ما فيش مجال لديكتاتور خلاص، ولن يستطيع اي حاكم في مصر ان هو يستمر في مكانه بعد انتهاء فتره ولايته. الله، امال بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا؟ بتشمس ومغمى عليا. انا انتخبت الرئيس لاربع سنين، وقعت في بير بنده فوجئت ان الرئيس بيقعد سته وهيقعد صوتي مغطي عليا. الدستور بيقول دورتين، الصوت بيقول ممنوع، ففوجئت ان التعديلات الدستوريه بتديله بقى تاني، وصوت يقول لي امشي ورا. النهارده فتره او اتنين على الاكثر، يا ابيض يا اسود قصه حياتي، مفيش خير تالت، ويمكن تبقى أربعة أو حاجة زي كده معاك. وكل حكاياتي رفش، ربنا يديله الصحة وطولة العمر يعني. أهلا بالسليم. مع إن عادة عيشة في النص الماضي. السليم بإيه؟ ويقول لك هيبقى في أمل. يا أبيض يا أسود قصة حياتي. إن شاء الله في الحريات وبتاع. طب ما إحنا عارفين الموضوع. الموضوع كله. كل حكاياتي. ما عشان تتعمل انتخابات رئاسية ونخلص. آه. عايزين مين يبقى أخويا سليم؟ حبيبي أخويا سليم. التعديلات في مصلحة الوطن. ولا مش مصلحة الوطن؟ ويصير فتح مين بقى اخويا سيخ؟ حبيبي اخويا سيخ الوطن طبعا في مصر. اخويا اخويا بقى مين اخويا بقى مين؟ مصلحة الوطن في دستور وفي قانون انا لازم احترمه. ويصير فتح مين بقى اخويا سيخ؟ حبيبي اخويا سيخ اخويا سيخ اخويا احترمه. الحاكم بينه وبين الناس العقد اخويا بقى مين مين اللي بيني وبينكم الدستور والقانون. عايزين اخويا بقى مين مين اخويا بقى مين كلنا نحترمه. من عندي قبل العندي اذا كان هناك لا مين كنص في دستور او نصوص في دستور لا 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 خطأ احمر يجب الا يتردد احد في التعديل. الدساتير ليست اصناما. لا خطأ احمر خطأ احمر. انا ما بغيب ما بغيبش كده يا انت، انا بغيب عشان افنن. يعني انا لما انتهك الدستور والقانون عشان ارسم عشان اخطط. انا انتهكت العقد اللي بيني وبينكم. ولا شايف حد في مصر. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ. سيبه سيبه يا حبيبي وانا سيبه مش لعبان. سيبه سيبه يا حبيبي وانا سيبه.